السلام عليكم أينما كنتم، ساعة من الرياضة في كورة. أهلا بكم في موسم كأس العالم بالنسخة 22 لسنة 2022. في هذا اليوم سنستضيف، وعنوان الحلقة المعلقون، في حلقة خاصة واستثنائية في موسم كأس العالم. سيكون معي في الاستوديو كل من المعلق رعد ناهي، وما أعرف شو شجع أبو بارك؟ أنا البرازيل. البرازيل، والأستاذ علاء عبد الله، ويشجع الجميع، مو هيجي؟ أو لا أشجع الجميع. أو لا أشجع الجميع، والأستاذ جمال الدراجي ويشجع إيطاليا، وإيطاليا ماكو كأس العالم. والأستاذ علي عنب ويشجع ألمانيا، وأيضا سيكون معي الصغير يوسف للحديث عن واحدة من قصص المونديال. بالبداية نتابع جدول نتائج مباريات اليوم من كأس العالم وجدول ترتيب المجموعات، ولا نعود. ونتابع أبرز تصريحات لاعب المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ومدرب المنتخب المغربي بعد التعادل بينهما. ونتابع أبرز تصريحات مدربي المنتخب الياباني والألماني بعد فوز الساموراي. ونتابع فرحة الإعلام الياباني بعد الفوز على ألمانيا في المونديال. Thank you.
شباب. Congratulations for achieve this win against Germany. Yeah, history win. Miracle. Thank you. كورة يتابع ردود أفعال الجماهير العربية بشأن مباريات المونديال. متابعة الزميل هجان كريم. المباراة ديال اليوم اللي جمعت لها المنتخب الكرواتي بالمنتخب المغربي مباراة كانت جيدة. أداء جيد الحمد لله على النقطة إيجابية. إن شاء الله المقابلة الجاية نتمنى ونديروا النتيجة إن شاء الله جد مهمة. التعادل يعني راه نتيجة مع كرواتيا كانت ديجا وصلت للفينال ديال الكأس العالم اللي فات. الفريق السعودية اللي عمل معجزة اللي عمرها وقعت في التاريخ. ولكن أنا متفائل أن أنا المجموعة اللي طحنا فيها مجموعة صعيبة. مجموعة كرواتيا، بلجيكا، كندا. يعني كنتمنى يحقق شي نتيجة إيجابية في هذا المونديال. المنتخب التونسي تحب تمركي، المنتخب التونسي سخونة، محمولين يحبوا يمركوا، جمهور معدي ويشجع في البلاد وإن شاء الله يعني القادم أجمل وبإذن الله إن شاء الله نترشحوا للدور الثاني إن شاء الله. تحية أخرى مشاهدين الكرام، نبدأ الحوار مع ضيوفي لحلقة هذا اليوم. أبدأ الترحيب بالأستاذ رعدناهي. حياك الله مبارك، حياك الله زميل علي، وتحياتي لك وتحياتي لكل متابعي حياكم الله برنامجكم. أهلا وسهلا أستاذ جمال، مرحبا بك. حياك مرحبا الله بيك. مرحبا بك أستاذ علي، وتحياتي لك ولكل الأخوة خلف الكواليس. أهلا ومرحبا أستاذ علاء، مرحبا بك. مساء الخير وتشرفنا بتواجدنا معكم إن شاء الله. أستاذ علاء، ليش ما شجع ولا منتخب قبل لا أرحب أستاذ علاء؟ والله هذا موضوع يعني يعود بالنسبة لي أنه الإعلامي يجب أن لا يشجع، لأن مهمة الإعلامي يجب أن ينقل الحقيقة كاملة، والمشجع عندما يشجع فإنه يرى نصف الحقيقة مهما كان، فإنه سيرى نصف الحقيقة. لذلك قرر إعلامي يقدر يحافظ على مشاعره. هو ماكو شيء مستحيل بس صعب. لذلك يعني بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي، أجد صعوبة في أنه أنت تشجع وتنقل الحقيقة كما هي. ما كنت تشجع قبل لا تدخل مجال الإعلام؟ لا كنت أشجع يعني، بس أنا من النوع اللي عندي عدة انتماءات. يعني بديت أعلق فريق، بعد فترة انتقلت إلى فريق يعني مثل اللاعبين حتى على المستوى العالمي والمحلي. لكن من اشتغلت في مجال الإعلام خلاص يعني حتى بعض الفرق اللي كنت أحبها أصبحت مو أكرهها، وإنما يعني ساعات أتمنى أنه تخسر. ليش تتمنى تخسر؟ يعني تساير أنت ممكن تكون تعلق وتجد لمصلحتك كمعلق أنه يخسر هذا الفريق، أو أنه المباراة تنتهي بالتعادل حتى أنت مثل ما يقول تكون بها يعني ربما الأبرز، خصوصا إذا انتهت بالتعادل. فأنا بالنسبة لي موضوع التعليق يعني أشوف أنه صعب، يعني أنه الإعلامي طبعا هذا ما يخص، يعني أنت تعرف أنه كثير من الإعلاميين المرموقين يعني أفصحوا عن ميولهم. بس أنت ضد أن يفصح الإعلامي عن ميولهم حتى إذا كان يشجع؟ إذا يشجع يحاول يعني يخفي قدر الإمكان حتى ما يتأثر يعني وتكون إلى ميول يعني هنا وهنا. طيب أستاذ علي عنب، مرحبا بك وحياكم الله، مشرفنا ومنور. حبيبي أستاذ علي، شرف أنه، وأيضا تحية طيبة للمشاهدين قناة الفرات. أهلا وسهلا أبو بارك. كأس العالم مشتعل اليوم، نتائج كبيرة، نتائج مفاجئة، شلون شاهدت اليوم؟ والله هي هذه النسخة طبعا تحمل الرقم 22، ولأول مرة بالشرق الأوسط، ولأول مرة دولة عربية تحتضن هذا اللقاء. وأعتقد البطولة نجحت من الآن تنظيميا يعني قبل المستوى الفني بإمكانيات قطر الكبيرة. أعتقد قطر شرفت العرب، وقطر ستضع طبعا نسخة 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا في حرج. صحيح. بعد النجاحات الكبيرة وبعد الافتتاح المبهر والملاعب والمنشآت، أعتقد الرقم يعني تجاوز 250 مليار، لكن واضحة جدا يعني خلال الملاعب، البنى التحتية، الفنادق، المترو، الأمور الأخرى، يعني كل الأمور يعني بشكل ممتاز. يضاف إلى ذلك المفاجآت اللي حصلت، طبعا هي ما تعتبر مفاجآت يعني مفاجآت كبيرة، هي يعني المنتخب السعودي أعتقد المراهنات كانت والترشيحات تصب 3% للمنتخب السعودي، 97% للمنتخب الأرجنتيني. لكن هي كرة القدم
يعني أم المفاجآت، يعني فعل ذلك أيضا المنتخب الياباني، يعني قالوا المنتخب السعودي راح يعطينا حافز أن نقدم بمستوى طيب، واليوم مثل ما شفت فازوا على المنتخب الألماني، يعني المنتخب الألماني مرشح القوي مع المنتخب الأرجنتيني. المفاجآت حاضرة، وأعتقد منتخبات كبيرة ستودع منذ الدوري الأول. أها أي. إيش تتوقع؟ أي نعم. أبرزها؟ والله يعني أعتقد يعني والعلم عند الله يعني سبحانه وتعالى، منتخبات كبيرة يعني أحرزت كأس العالم ستودع منذ الدوري الأول. يعني ما عندك اسم معين؟ بس ما عندي اسم، بس منتخبات كبيرة. طيب، فوز اليابان على ألمانيا شلون شاهدت أستاذ جمال بنظرة المعلق؟ كنت متوقع النتيجة؟ والله حقيقة بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني أصبح في هذه البطولة كل شيء متوقع، خصوصا كان الحديث عن منتخبات آسيا أنها ما ممكن أن تصل لأبعد نقطة في هذه البطولة. يعني بعد ما شاهدنا المستوى المتواضع للمنتخب القطري والمنتخب الأسترالي، عذرا للمنتخب الإيراني، يعني توقعنا حتى الأسترالي، حتى الأسترالي، الأسترالي لا، يعني بعد فوز المنتخب السعودي إجى خسارة المنتخب الأسترالي، لكن تفاجأنا بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وأكيد هي كانت مفاجأة كبيرة على مستوى كأس العالم. يعني في ظل الفوارق الكبيرة بين الأرجنتين وبين المنتخب السعودي، والأرجنتين كان أحد المرشحين للبطولة مع البرازيل وفرنسا، الكل كان يرشح الفريقين الثلاث فرق أنه ممكن أن تحصل على لقب البطولة، لكن بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني أصبحت الفرق نقول الوسط أنه لديها الطموح أن تذهب بعيدا في هذه البطولة. لذلك اليوم شاهدنا المنتخب الياباني ظهر بشكل ممتاز أمام المنتخب الألماني، رغم أنه كان أداء متواضع في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني المنتخب الياباني تغير بشكل كبير وأحرج المنتخب الألماني ووصل لمرمى المنتخب الألماني حتى استطاع من تسجيل هدفين، وبذلك حقق نتيجة وأيضا تعد واحدة من مفاجآت هذه البطولة. حلو، ما الذي تغير بمباراة ألمانيا واليابان في الشوط الثاني أستاذ علاء؟ هو بالمناسبة يعني بالنسبة لألمانيا يعني متوقع أنها لا تقدم مستوى جيد، وألمانيا لا زالت تراوح يعني منذ 2018 إلى الآن 2022 هي تراوح بنفس المكان، خسرت مع فرق أقل منها بكثير على كل المستويات. والسبب يعني وربما أستاذ علي ما يوافق على هذا الموضوع، السبب هو بايرن ميونخ. بايرن ميونخ مؤثر على الكرة الألمانية بصورة سلبية جدا، بحيث الدور لأنه الآن يعني يفوز للمرة العاشرة على التوالي. بايرن ميونخ هو مخلي الدوري الألماني حديقة خلفية له، ينتقل اللاعب الجيد في أي فريق ويأخذه، حتى لو أنه يجلس على دكة البدلاء أو يسوق يطلع خارج الدوري الألماني من أجل أن يبقى مسيطر. طبعا بايرن ميونخ يعني هو عنده تفوق مالي كبير على كل الأندية الألمانية مجتمعة، فأنا أشوف أنه سبب من أسباب تراجع الكرة الألمانية هو بايرن ميونخ اللي تغير في الشوط الثاني. لا هذه المعلومة مهمة. نعم. طيب إذا كانت المشكلة مشخصة، نعم، في الكرة الألمانية، ما أكو اتحاد وأكو تفاصيل، ما أكو اتحاد، هاي شركات يعني مستقلة، الاتحاد يدير اللعبة لكن لا يتدخل في شؤون الفريق، عنده قوة مالية كبيرة جدا، يدخل نادي بقوة ينافس بايرن ميونخ بهذه القضية. هو حتى بايرن ميونخ حاول في فترة من الفترات كما حاولت اليابان الآن أن تطور كرة الدول المحيطة بها. ليش؟ لأنه اليابان تقول إحنا بمستوانا هذا بالدول الموجودة إحنا ما نفوز بكأس العالم إلا إذا تطورت المنافسة. في فترة من الفترات ألمان بايرن ميونخ ساعد بعض الأندية من أجل أنه تنهض من كبوتها طبعا، لكن بحدود معينة، لأنه لا تستطيع أن تنافس ماليا. لذلك بايرن ميونخ أعتقد أنه اليوم حتى اليوم هو معتمد في التشكيلة الأساسية على 5 لاعبين، وعنده في التشكيل كله عنده 7 لاعبين من بايرن ميونخ. هي هذه حالة جيدة، يعني كأنه تعتمد على مجموعة من اللاعبين، خصوصا أنت في منتصف الموسم. طبعا الفرق أيضا في هذه البطولة وبين البطولات السابقة أنه الفرق كانت تأتي منهكة تماما كفرق وكلاعبين، الآن هم تماما في قمة الفورمة، يعني الجولة 16 بالدوري الإنجليزي، فإجت الفرق بقوة كبيرة جدا يعني ولديها تعطي، وهذا سبب من أسباب الفوارق الفنية التي ممكن نشوفها في هذه البطولة. متوقع نتيجة المباراة اليوم؟ أني كنت البارحة كان معنا زميل في الإذاعة في راديو العراقية مشرق حسن، سألني اليوم إيش قد تخسر السعودية، قلت له لا السعودية اليوم راح تفوز، لأن أنا متابع الدوري السعودي. الدوري السعودي يعني من التنظيم والتخطيط واستقطاب لمحترفين على مستوى عالي جدا، طورت
طورت الكرة السعودية بصورة يعني كبيرة جدا، حتى الثقافة التكتيكية لدى اللاعب السعودي أصبحت يعني على مستوى كبير جدا. لذلك دخلوا طبعا بالمناسبة كأفراد تفوق واضح للأرجنتين دي ماريا وباريديس ويعني وميسي وأسماء كبيرة جدا، لكن على المستوى الفرقي السعودية فريق ممتاز جدا يعني. ويتوقع لها طبعا حتى يوجد منجم ربما البعض لا يعتقد بهذا الموضوع ليلى عبد اللطيف منجم اللبنانية قالت أنه هناك فريق عربي سيصل إلى نصف النهائي. أنا بالنسبة لي إذا تسألني أقول لك السعودية يعني مو المغرب، لأن السعودية تقريبا تأهلت مثل ما ألمانيا تقريبا خرجت. يعني إذا تحدثنا عن الفرق ألمانيا خرجت لأنها ستلاقي إسبانيا في المواجهة المقبلة، وآخر مواجهة جمعت الفريقين ألمانيا خسرت بستة أهداف مع إسبانيا. ويعني تصريح مدرب اليابان اللي يقول بي أمامنا مباراة صعبة، لا مباراة المقبلة ستكون مع كوستاريكا. صح كوستاريكا يعني فريق اليوم ما ظهر، مجرد الفوز يضمن الصعود، يضمن الصعود يعني ربما يكون يعني هو أول فريق يتأهل في المجموعة. أنت ذاهب مع رأي المنجمة أن السعودية سيصل إلى نصف النهائي؟ أشوف يعني أشوف أنه ممكن السعودية يعني من الفرق العربية ممكن أن تمضي بعيدا وأن تذهب بعيدا، خصوصا هولندا عندك بعد منتخبات مكسيك. نعم يعني بالتأكيد، وخصوصا يعني المنتخب السعودي دائما تلاحظه في كأس العالم المباراة الثانية يكبو ونوبات يعني يتعثر عثرة كبيرة. فأعتقد يعني إذا تخطى المباراة الثانية المنتخب السعودي ممكن أن ينافس، خصوصا هو في أول مشاركة لـ 94 صعد للدور الثاني يعني في مجموعة صعبة أيضا. طيب أنتقل للأستاذ علي عنب، أنت مشجع ألمانيا، هارد لك بهذه الخسارة، وشلون شفت التفاصيل؟ كنت متوقع أنه ألمانيا راح تخسر بهذه المباراة؟ طبعا قبل هذا أنا طبعا بالنسبة لي من اليوم قررت اعتزال تشجيع المنتخب الألماني. والله بسبب بسبب تصرفاتهم يعني بأمور بعيدة عن شرعنا، بعيدة عن ديننا. احنا ناس مسلمين قبل كل شيء يعني، بغض النظر عن الرياضة، بس يفرضون ثقافات علينا، ثقافات دخيلة وغريبة جدا عن شرعنا وديننا الإسلامي. فأنا بصراحة يعني عندي مجموعة من الدراسات مع المنتخب الألماني من كأس العالم 90 لحد الآن، كلهم مجمعين يعني. أنا يعني معروف يعني الأوساط الرياضية والأوساط الإعلامية مشجع ألماني ومشجع بايرن ميونخ. فاليوم راح مرات استقبلهم ميروسلاف كلاوزي في أذربيجان، راح كمشجع واستقبلهم ميروسلاف كلاوزي يعني إلى لا، وعنده حتى يعني آي دي بالهذا. فاليوم ساعدنا مبارك، ساعدك على ألمانيا يا بديجيت أقول لك يبنى جيران يشجع ألمانيا. فاليوم هذا نهاية التشجيع واعتزال منتخب الألماني. كيف هذا في جيران جمال خير يا بعلق الخيط شو تخيط لنا هذا نهائيا، حتى احنا لأن المنتخب اللي يريد يحاول، أنا شجع كوستاريكا ترى، يريد يحاول يعني يفرض امور خارج الدين الاسلامي. احنا ما عجبك موقف المانيا؟ لا موقف اليوم خاصه بالصوره، موقف مخزي جدا، موقف مخزي جدا. يعني احنا صح المنتخب الالماني ما يحتاج يعني الاف المشجعين وملايين المشجعين، هو يبقى منتخب الماني. بس احنا من دائما احنا كناس مسلمين قبل كل شيء هذا. فالامر من يوصل مرحله استفزاز، استفزاز بهالطريقه هذا يعني، ما تروح انت للدول الاوروبيه والدول الغربيه تنفرض عليه قوانينهم انه تحترمه، وصلت مرحله ان الحجاب ممنوع في المدارس في بعض الدول الاوروبيه. ليش انت من تجي للدول العربيه والدول الاسلاميه تريد تطبق الحريه وتطبق ما انت يمليه عليك؟ ليش لعد من العادات والتقاليد الخاصه بهاي الدول ما تحترموها، ومن توصل مرحله لدولكم لا المفروض انه تحترم؟ زين ما تعتقد انه المانيا بهذا التصرف اليوم باعتبارك مشجع الماني قديم خسرت كثير من مشجعيها العرب؟ تقريبا يعني شفت نوادر جدا انه بقوا مساندين لها يعني يعني اعداد جدا قليله يعني. انا اتكلم لك يعني كادمن بهواي مجاميع تخص المنتخب الالماني ومشجعيه، يعني الكل كانت رافضه هذا التصرف نهائيا. وانا شخصيا يعني تمنيت انه تكون الخساره للمنتخب الالماني الاول مره بحياتي من سنه 90 الحد 2022، تمنيتهم يخسرون؟ اي والله اول مره اتمناه. ومن اليوم انت معتزل لتشجيع؟ لا لا انتهت بعد، المانيا يعني اعتبره العدو اللدود. والله؟ اي والله. يعني تتمنى يطلع من الدور الاول؟ ان شاء الله يطلع من الدور، لا هو طلع من الدور الاول. طيب بس تعقيب صغير على كابتن على عبد الله، قال انه بايرن ميونخ سبب المانيا من اخذت كاس العالم
74 والتسعين من 2014 يعني ذني العمود الفقري للمنتخب ايه كان من بايرن ميونخ. فهي مو سبب، بس مثلا ضعف الدور الالماني سوى بايرن ميونخ نوعا ما، بس بالنسبه للمنتخب الالماني، المنتخب الالماني فقد جوده اللاعبين، يعني ما عنده لاعبين مثل قبل، يعني ما عنده المهاجم، ما عنده المدافعين اللي على مستوى لاعبين سوبر. المنتخب الالماني يفتقد يعني الجوده حاليا، يعني بعد 2014 المانيا افتقد الجوده باللاعبين، يعني اللاعبين الحاليين اقل بكثير من السابقين. طيب نشاهد صورة تشكيلة المنتخب الألماني قبل مباراة اليابان التي لاقت ردود أفعال كبيرة من الشارع العراقي والعربي، ووصفها البعض بأنها مستفزة وفيها رسائل سلبية ومعادية للعادات والتقاليد الإسلامية. وبهذه الصورة نذهب مباشرة لردود أفعال الشارع الرياضي بالفيسبوك. الرسالة الأولى: الزميل نزيه الركابي يقول: رسالة مسمومة وإيماءة قذرة، لو نطحتم الجدار أو الجدران برؤوسكم لن تمر نجاستكم ببلاد الإسلام، افحصوا رجولتكم قد يكون أحدكم يلعب وهو حامل في شهره الخامس. هكذا عبر الزميل نزيه عن موقف ألمانيا. ونتابع الرسالة الثانية للزميل عبد الحافظ القيسي ويقول: بأداء شاذ اليابان تسقط منتخب الشواذ 2-1، أرادوا ضرب الفطرة فطعنتهم وكأنما انتقاما الكرة، آسيا تقول لا للعالم وقطر تقول لا لأراذل العالم. هذا ما كتبه عبد الحافظ القيسي. ونتابع الرسالة الثالثة للزميل حسام سهيل: من باب إحقاق الحق، الاتحاد الدولي فيفا هو من يتحمل خسارة المنتخب الألماني، فليس من العدل أن تضع منتخب رجال الساموراي بمواجهة منتخب نساء ألمانيا. هكذا عبر حسام. ونتابع معكم الرسالة الرابعة والأخيرة من ردود الأفعال الشارع الرياضي. ماكو رسالة رابعة، أنا كاتبها يعني حسب حسابي. الزميل محمد العزاوي يقول: مصورنا المبدع، مو بطولة تقول فيلم الرسالة، الشعوب العربية فرحة بدينها الإسلامي المحمدي العظيم. هكذا كانت ردود أفعال الصحفيين والإعلاميين والمتابعين والمهتمين للشأن الرياضي العراقي. وأسمع التعليق من أبو بارك، تفضل. طبعا تصرفات غير مقبولة يعني اخلاقيا، وحتى يعني تخالف مبادئ الدين الاسلامي الحنيف. انا حقيقة قطر طبعا، والسيد رئيس الاتحاد الدولي انفنتينيو اشاد بالاتحاد القطري وبقطر كدولة منظمة، وقال يعني فيما معناه بان الامور والقوانين القطرية تسري على الجميع. هم منعوا هذه الطائرة، هي ابتداء بدأت القصة من موقف الطائرة، موقف الطائرة، وصلت الطائرة للدوحة. نعم. رفضوا استقبالهم وعادت إلى عمان. صح. وبعدين رجعت عدلوا من وضعهم، يلا رجعوا. نعم. هذا موقف يحسب. نعم. للأمانة الأمور الأخرى يعني من الإجراءات اللي نفذوها قطر أيضا، الخمور ما تكون بالملعب ولا تكون بالأماكن القريبة على الملاعب. الجميع طبق طبعا هذه القوانين، ومشت قوانين دولة قطر يعني طبقوها بكل حذافيرها على جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة. يعني موقف مرفوض من المنتخب الألماني، وحتى اليوم الله ما وفقهم يعني، ويا اليابان فاز المنتخب الياباني. يعني الجميع يستنكر هذا الفعل الشنيع، وأعتقد يعني المنتخب الألماني فقد الكثير من مناصري ومشجعي وموازري من العرب وحتى الغير العرب. واحد منهم قاعد يمك. هي أنا حي طبعاً زميل الأخ علي عنب على هذا الموقف الرائع، ونحيي قطر أيضاً على حفل الافتتاح
يعني شاهدنا ايضا ايات من الذكر الحكيم كانت بحفل الافتتاح. عجبك الحفل؟ حفل مبهر كان. طيب. وايضا كان النشيد الوطني لكل دولنا العربيه ايضا كان موجود بحفل الافتتاح، والكلمات الجميله يعني افتتاح طيب مبهر. احنا تحدثنا بحلقه الافتتاح بحلقه اولى، بس اخذ ايضا ردود افعالكم عن ما حصل اليوم في مباراه اليابان. والله حقيقه اليوم موقف مخجل ومخزي بالنسبه للمنتخب الالماني، يعني منتخب كبير وهو يعرف انه عنده مناصرين في كل دول العالم، يعني منتخب المانيا من الفرق الكبيره على مستوى بطولات العالم، لكن اليوم اللي صوره اللي ظهرت لكل الجماهير ولكل المتابعين انه صوره مخزيه ومخجله، وبالتالي لم تحترم القوانين والاعراف الاسلاميه اللي طبعا قطر كانت سباقه انه دعت الى امور انه ما تحصل في دوله قطر او في كل البلدان العربيه، على اعتبار ان الدول العربيه دول مسلمه، ولذلك يجب ان تحترم القوانين الاسلاميه قبل ان القوانين اللي تكون في كره القدم. لذلك اليوم طبعا الكل اشجب هذه الصوره وهذه الحادثه اللي حصلت في مباراه اليوم، لكن اراده الله اعتقد هي اللي كانت انه المنتخب الالماني يخسر المباراه، بعد يعني رغم انه المنتخب الالماني باثنين لاعبين مسلمين. هو هذا تساؤلي، رودريجر تساؤل حول هذه القصه، لاعبين من المنتخب الالماني يعتنقون الدين الاسلامي، تعتقد انه هذه الحركه اللي شاهدناها من خلال الصوره هي من المنتخب، من الاتحاد، من المدرب، له هو قرار دولي جاء واللاعب مفروض عليه، والا ما من المعقول لاعبين بمنتخب الماني يعتنقون الدين الاسلامي يسوون هذه الحركه. وخليني أتناول هذه الجزئية من جهة ثانية، خلينا نتحدث عن قطر كدولة صغيرة جدا تبلغ مساحتها فقط 11,000 كيلومتر، يعني بقد بغداد مرتين، بينما العراق 448,000 كيلومتر، أكبر من إنجلترا مرتين. محافظة الأنبار فقط تعادل مساحة الأردن زائد سوريا زائد فلسطين زائد لبنان زائد إسرائيل زائد الكويت، كل هذه الدول المجتمعة الأنبار فقط أكبر منها. من الأكثر تأثيرا بالسياسة العالمية؟ العراق لو قطر، قطر ما يحتاج له. شنو السبب؟ السبب توظيف الأموال بصورة صحيحة، والسبب اعتناق الدولة مثل الدين، تعتنق وطنك كما تعتنق الدين. فهذا يعني أنا نظرت لهذا الموضوع يعني من هذه الزاوية. بالنسبة للاعبين أعتقد الإسلام حتى تطبيق الإسلام يختلف من مكان لآخر، يعني احنا عندنا كريم بنزيما كان متهم بقضية يعني قضيتين، واحدة منها يعني الاغتصاب، والثانية مع الفولابوينة يعني التصوير الإباحي. فبالنسبة لهم يعني الإسلام أيضا إلى تفسير آخر، يعني وإحنا نشوف إحنا في الولايات المتحدة الآن أكو صلاة جماعة مثلا تقودها النساء، وهذا ما موجود في الدين الإسلامي. وبالمناسبة يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع الشذوذ مرفوض في كل النواميس السماوية، حتى بالمسيحية الوصية السابعة تشير إلى ذلك، بال يعني ايضا في توراة موسى ايضا هذا الشيء يعني غير مسموح به، كل النواميس التي نزلت من السماء يعني تدين هذا التصرف وتمنع هذا التصرف. عطفا على سؤالي، هذا التصرف اللي شاهدناه اليوم فردي من إدارة المنتخب أم قرار دولي أم اتحاد؟ لا، هو أعتقد يعني حتى الفيفا يعني رفض هذا الموضوع، وقال يجب أن للكل أن يلتزم بقوانين البلد، كما نسافر نحن إلى الخارج نلتزم بقوانينهم، كذلك هم مطالبون بذلك. لكن هو بالتأكيد يعني تصرف أولا دولة واتحاد، وأنت تعرف ألمانيا من الدول التي كانت تعارض إقامة كأس العالم في قطر، كانت تساند في ذلك إنجلترا التي كانت مرشحة أيضا مع قطر لاستضافة هذه النسخة من كأس العالم، لكن فازت قطر. استمر طبعا هذا يعني النزاع وهذا الحث على يعني سحب بطولة كأس العالم من قطر، واتهم محمد بن عمام بأنه كان يدفع رشوة مثلا لجوزيف سيبي بلاتر، وبلاتر أيضا ظهر وقال أنه خطأ إقامة هذا، لكن هذا كله تحت تأثير يعني أعتقد يعني الماسونية الدولية التي تقود وتقوم يعني ب ربما أعمال خفية كبيرة جدا. وحقيقة يعني ليس لدينا إلا أن نحيي قطر كدولة صغيرة بحجمها حتى بسكانها، هي فقط 370,000 يعني نسمة، طبعا منهم 70 جنسوا يعني لكأس العالم، هم فقط 300,000 نسمة فقط، وهذه الزيادة اللي 70 حدثت بين عام 2021 و2022 في نفوس هاي السنتين قطر. فقط سنة واحدة، لأن الإحصاء مال سنة 21 يشير إلى أن نفوس قطر 300,000،
إحصاء الـ 22 يشير إلى 370 ألف مواطن بسبب كأس العالم. بسبب كأس العالم كانوا محتاجين طبعاً، يعني ليس كلهم عملوا في ملف كأس العالم. الآن قطر مثل الإمارات تستقطب كل المواهب وكل المبدعين، سواء كان طبيب، سواء كان إعلامي، لاعب، فنان، تستقطبهم وتعطيهم الجنسية كما هو الحال بالنسبة للإمارات. طيب الآن نرجع للمباراة، بس أنا شو أطلب منكم أنتوا أخوان وزملاء، وهذه مو جلسة إن كل واحد ينتظر أسأل، خلي تصير جلسة مفتوحة والبساط أحمدي ونسولف. هو أنا بس أرد أعرف مال البساط أحمدي لا وين هو؟ والله مثل ما سألنا قبل الحلقة أستاذ علي، أعطيك معلومة على المعلقين، خاصة المعلقين الرعي الأول. إيه وإحنا تعلمنا من عندهم طبعا، ثلاثة هم أساتذتي. يعني نعم بديت باستاذ رعد ونبص على علاء ونبصات جمال ثلاثتهم، وزائدا تحيه للاستاذ علاء سرحان الحالي الموجود تحياتي طبعا تحياتي. ناس اصحاب فضل علي شخصيا وبصراحه يعني اليوم انا مستمتع انه يعني جالس وياهم. انا اكثر استمتاع. اي شنو المعلومه؟ المعلومه على المعلقين الالتزام عندنا، يعني احكي لك اكثر من 100%. فاليوم نكسر النمطيه، الالتزام صعب جدا تكسره. ما اعتقد. لا تنكسر. تشوف الالتزام هسه مبارك هسه يشعلها مالك علاقه الدور لبعشين. زين شنو سر خساره المانيا وانت عارف بالكره الالمانيه ومتابع جيد؟ شلون شنو اللي صار المنتخب الالماني؟ لا بس لا شقق بعد قميص. لا راح ارق ان شاء الله. لا وديداد شوف كسرت النمطيه كسرت. لا بالنسبه للمنتخب الالماني، المنتخب الالماني دي يعيش وعد كأس الأوروبا 2016، جلب لاعبين واكيبلوف لاعبين شباب أخذوا له كأس القارات. من إجا كأس العالم 2018 ظل يعني شون في حيرة من أمره، عنده لاعبين شباب حققوا له بطولة ويقدمون أفضل مستويات مع أنديتهم، وعنده اللاعبين اللي جابوا له كأس العالم 2014، فما عرف يتصرف بالتوليفة بصورة صحيحة، فاجت النكسه ب 2018 بسبب الاختيارات الغير صحيحه والغير دقيقه. يعني صار عنده تخبط فني على مستوى طريقه اللعب، على مستوى اختيار اللاعبين قبل البطوله وايضا اثناء المباريات. بعدها بلش هذا مسلسل التخبط. يعني المنتخب الالماني انا حسبت له ما يقارب 24 مباراه متتاليه، من مباراه الى مباراه اكو تغيير بالتشكيل لحد يومنا هذا. يعني من مباراه المباراه دائما التغيير مستمر بالتشكيل، يعني من ناحيه اللاعبين ومن ناحية خطة اللعب. يعني أنت اليوم هسه على سبيل المثال يوم مباراة ألمانيا واليابان، أنت مستدعي ثلاث لاعبين كمدافع يمين، كولسترمان لاعب لايبزيك، هوفمان لاعب نادي بروسيا مشغلادباخ، وغرير لاعب نادي ويست هام بالدور الإنجليزي. اليوم ثلاثة ما لعبهم أساسيين، لعب زولة اللي هو قلب دفاع لعبه كمدافع يمين. يعني هاي إحدى التخبطات. فالمشكلة يعني دائما تكون مشكله فنيه من ناحيه الاختيار، من ناحيه نظام اللعب. يعني انت اليوم افضل لاعب عنده اللي هو كان جوندوغان طلع بالشوط الثاني، فشوف المنتخب يعني نوعا ما الوسط يعني راح من عنده، يعني راح من المنتخب. فشوف المنتخب الياباني استغل هذا الشيء. واضافه الى ذلك المنتخب الالماني يعاني من ثلاث مراكز، يعني الاظهره اليمين واليسار ما موجودين، يعني اظهره على مستوى عالمي. يعني بعد فيليب لام ماكو جماعه. اليوم روم كان زين. نعم استاذ روم الظهير الايسر روم بس ممتاز، دفاعيا مو زين، دفاعيا مو زين، هجوميا ممتاز. مو هو لعب ب 4 4 4 3 2 1 بس بحاله حيازه الكره كان فقط ثلاث لاعبين في هذا، فهو كان يعطيه حريه اصلا. يعني تكتيك المانيا مبني على روم انه يتوغل دائما وسوى شغل هواي يعني ممتاز. لا هو من ناحيه الهجوميه ممتاز. نعم بس المنتخب الالماني يعني صعب انك تلعب بخمس مدافعين. صح. اضافوا الى ذلك راس الحربه بعد اعتزال كلوزه. بعد اعتزال كلوزه 2014 وهسه احنا 2022، يعني ثمان سنين لغايه الان المانيا عاجزه عن ولاده لاعب على مستوى عالي. يعني والدليل انه لحد الان مولر يلعب يعني. لحد يعني اليوم اللاعب بهافرز، هافرز مو مهاجم. مولر. مولر مو راس حربه، مو مهاجم صريح. يعني يعني اعتمد على لاعب، يعني جاب لاعب واحد فقط بمركز راس الحربه اللي هو فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن اللي عنده 10 اهداف بالبوندسليغا ولاعب عمره 30 سنه. اذا المانيا عاجزه عن ايجاد مهاجم الله يساعدنا احنا ورا يونس محمود نظل. لا
نعتب على العراق. احنا زميل علي سالفتنا سالفة يعني، احنا البعض ترى متفائل ب 2026 ثمان منتخبات من آسيا، بس من هذا المكان أقول لك احنا وضعنا صعب، حتى يعني ضمن الثمانية ما نصعد. لا والله، وإذا بقينا على التخطيط وعلى التخبط، ست مقاعد محجوزة تبقى تصارع على مقعدين، عددين كوريا، استراليا، اليابان، إيران، السعودية، قطر، هاي ستة عندك. الإمارات، أوزبكستان، الصين، وستة وين؟ ادري فاذا مدرب اسباني وبدينا نحضر تايلاند، فيتنام، تايلاند كلها تتطور، الاردن يعني تطور، بس قطر هذا مستواها ما اعتقد بعد يصير عندها منتخب. لا توريها قوي قطر، وصولها المره الاولى لكاس العالم كابتن جمال. لا هذا المنتخب بعد بيه يعني اعمارهم ترى صغيره، مو كبيره، بس المستوى كلش يعني بالنازل يعني منتخب. هاي رهبه المباراه الاولى، واذكر احد اللاعبين اللي شاركوا في مع منتخبنا عام 86 استاد علاء بالوديات خسروا 3-4. صح صح، قال احنا طبعا هنا احنا لعبنا مع فلامينغو في بغداد، لعبنا مع فلامينغو في البرازيل، لعبنا مع تشيلسي في بغداد، لعبنا في بغداد مع منتخب الدنمارك، يعني اعداد ممتاز وعلى اعلى مستوى. اول 10 دقائق ما ارد اذكر اللاعب يعني اسمه، يقول اول 10 دقائق الفريق كله يرجف ونحس انه احنا ما حاطين رجلينا على القاع مع منتخب مثل اورغواي، يعني منتخب يعني باراغواي زين، فرهبة كأس العالم إضافة إلى رهبة افتتاح بطولة كأس العالم. قطر عندها أكثر من هذا كمستوى، عندها أكثر منه، شاركت في كوبا أمريكا، شاركت في الكأس الذهبية، شاركت في التصفيات الأوروبية، يعني فريق أصبح عنده تجربة تقريبا، وأصبح عنده يعني احتكاك على مستوى عالي. لكن كل هذا أعتقد بالإضافة لهذا طبعا التأثير الإعلامي اللي اشتغل بصورة سلبية، يعني دون أن يدري اشتغل بصوره عكسي على لاعبين يعني مهمتهم في غايه الصعوبه. كيف نحكم على المنتخب القطري بعد المباراه الثانيه؟ لا هو يعني المنتخب القطري اعتقد يعني يمكن ان نقول انه ودع تقريبا، لانه يعني هو فرصته كانت فرصته الاكوادور، يعني انت عندك هولندا وعندك السنغال، وانت شفت السنغال ترى في فتره من الفترات كانت افضل من هولندا، افضل من هولندا، والاهداف جاءت في الدقائق الاخيره، دقيقه 84 واعتقد الدقيقه 109 أو 99 دقيقة 99 اجى الهدف في الدقيقة 99. فأيضا السنغال فريق قوي جدا، وتتعرف المواهب الإفريقية يعني، وهولندا يعني أنت خلي ببالك هولندا وألمانيا ممكن يلعبون. السنغال يقول كأس العالم مو للاعبين المحليين. شوف شوف خلي ببالك أنه ألمانيا وقطر ممكن يلعبون بطولة بيناتهم من صينية مع البقلاوة يعني، لا أكثر ولا أقل. اليوم مشجعي اليابان بالعراق والعالم العربي كثيرين تعاطفين ويا اليابان، هسه آسيويا أو لبغضا بألمانيا؟ والله أنا شفت فرحة الجمهور العراقي والعربي وحتى الآسيوي، يعني فرحوا أكثر من مشجعي المنتخب الياباني، يعني فرحانين هم بس ب يعني فرحتهم على التكيت على شو التكيت يعني العراقيين والعرب فرحوا أكثر من المنتخب الياباني. آسيا اعتقد يعني اليابان، المملكه العربيه السعوديه، ولو المنتخب الايراني طبعا امام انجلترا، انجلترا الاسم الكبير يعني بتقيس على اسيا، استراليا يعني تبقى على 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 مستوى اسيا، لكن على المستوى العالمي ما اعتقد، وانما اتوقع ممكن تودع المانيا من الدور الاول جدا يعني اللقاء ويا اسبانيا، هي الان فقدت 3 نقاط، ايش تحتاج بعد يعني لازم تفوز، لازم تفوز في المباراه، ممكن تضغط مع اسبانيا، ممكن تودع المانيا. اي لا لا 99% تودع، لان مستحيل. انا حكيت بس ارد احكي لك على مباراه ايران. بالمناسبه مباراه ايران كانت يعني غريبه، اولا احتسب فيها اطول وقت اضافي في تاريخ كاس العالم في الشوط الاول 14 دقيقه، المباراه احتسب بها 27 دقيقه وقت اضافي، المباراه شهدت أكثر هدف متأخر في تاريخ كأس العالم جاء في الدقيقة 102، أكثر هدف متأخر هذا 12 دقيقة. إنجلترا بحياة مشاركاتها اللي هي 16 مشاركة مرة واحدة فقط تمكنت أن تسجل 6 أهداف في البطولة الماضية على فريق مثل بنما، واللي هو كان حصالة للفرق مع تونس وبلجيكا، وتلقى 11 هدفا بالنسبة لبنما. فإنجلترا كفريق يعني وكتاريخ في كأس العالم أصلا ما مسجل 5 أهداف، فيجي ويسجل 6 أهداف على متصدر التصنيف الآسيوي، أكو تأثيرات
اعتقد يعني الكل شاهدها في المباراة في قبل المباراة اللي هي الخلافات السياسية اللي موجودة في إيران اثرت بصورة غير طبيعية على نتيجة المباراة. على حتى اكو خلافات بين اللاعبين نشيد الوطني ما رددوا خلافات بين خلافات بين اللاعبين داخل المعسكر، خلافات كان في مباراة تونس الخسروا 2-0 بإيران. فالمنتخب الإيراني يعني هو جاي للبطولة متهالك يعني من الناحية النفسية من الناحية الذهنية، أضاف إلى ذلك من الوضع الفني مالته يعني كان بأسوأ أحواله خلال أول ربع ساعة، علاوة على ذلك أصابة الحارس المرمى. صح. حارس المرمى هو من النوع الحارس صاحب القيادة في خط الدفاع دائما تشوفه يوجه كيروش يعني وضع أي يعني تبحيث لقطة كيروش لقطة مثل ما تفضل سجل لقطة كيروش خلى يعني ايدي على راسه لان يعرف تاثير هذا اللاعب. قال لك المصاعب لا تاتي فرادى. فالساد علي انت بطوله كاس العالم طبعا للامانه هذه اخر بطوله راح نستمتع بها بطوله كاس العالم. ليش؟ البطولات القادمه راح تكون 48 منتخب. منتخب يعني انت هسه 32 منتخب ودشوف 6 و7 و4 نتائج، فكيف اذا صارت 48؟ يعني مثلا على سبيل المثال المنتخب الفيتنامي يلعب ويا اسبانيا، يلعب ويا فرنسا، يلعب ويا انجلترا. يعني كارثه، او منتخب بنما. هو انا اذكر من زادت مقاعد اسيا الى 4 صار اكو اعتراض. صار اكو اعتراض. فكيف اذا صار 8؟ فانت هي هاي المشكله، انت المشكله الاتحاد الدولي الفيفا تفكيره كله بالمال، تفكيره كله بالتجاره. كسب اصوات. اي يعني انت وصلت مرحله اللي يخلي كاس العالم كل سنتين. البطوله راح تصير 16 مجموعه. والمجموعه فيها 3 فرق فقط. يعني مو يعني فريق يخوض مباراتين فقط ويودع ويتأهل فقط واحد. صاحب المركز الأول واحد. نعم يعني صارت أصعب. هي أصعب خصوصا للفرق الصغيرة يعني طبعاً. ما تلقى يعني اللي يخسر مباراة خلص بعد ما يقدر يعوض يعني صار أصعب بهذا. نعم. النظام هي أصعب. بس أنت بطولة كأس العالم أنا في فترة من الفترات يعني قبل حتى أن أشتغل بالإعلام اقترحت يعني بيني وبين نفسي انه تكون التصفيات عالميه على مستوى عالمي، يعني ليش اسيا تلعب لوحدها ويصعد 5 فرق وتطلع يطلع فريق مثل ايطاليا ما يتاهل؟ ليش ما يتم يعني توزيع مجموعات عالميه وعلى رؤوسها الفرق الكبيره وبعد ذلك ايضا تصنف يعني كمستويات، يعني ممكن البرازيل تلعب مع مثلا اليمن وتلعب مع فريق من افريقيا وتلعب مع فريق من اوروبا. اولا هذا بعد ما نشوف منتخب ضعيف اصلا راح يساهم في يعني تقارب المستويات. لا هو شلون الفكره شلون تتاهل؟ هو ما تتاهل، انت تتاهل بطوله الكاس العالم يعني تلغي الموضوع اللي هو الجغرافيه وتخليه للاقوى يعني كاس العالم كبطوله واحده. زين هذا المقترح اذا تصفيات على مرخصك اذا صارت تصفيات بعد ما تداعي الكاس العالم اذا اليمن يلعب ويا البرازيل. لا بالعكس هي البطوله هيك راح تصير اقوى راح تصير اقوى. انت ما راح تلعب شوف في يوم من الايام انت تلعب مجموعه بها من اوروبا وبها من من امريكا وبها من انت راح تتاهل بس انت ما قابلت كل الفرق. انت اذا قابلت البرازيل هو هسه نفس الشيء ليش يسوون بطولات على متصفيق. هذا النظام متبع وين؟ متبع بالاتحاد الدولي الكره الطائره اللي هو الدور العالمي. نعم هذا يشتغل على التصنيف احنا بدنا نقله. بالمناسبه استاذ علي في يوم سئل تشافي اللي مدرب برشلونه من الاقوى بطوله اوروبا لو كاس العالم؟ قال لهم بالتاكيد بطوله اوروبا. قالوا له ليش؟ قال لهم لان ما بها السعوديه. يقصد انه كانت في وقتها الخساره المدويه امام المانيا ب8 أهداف. قالوا انت ما تلقى فريقه. فكاس العالم يعني كبطوله وحيده للفيفا بطوله وحيده للمنتخبات يجب ان تكون يعني حقيقه قويه. اليوم ليش كوستاريكا تخسر 7؟ ليش مجبر انه تشاهد مباراه يعني وان سايد جيم من طرف واحد؟ ليش ما انت مكان ما تتاهل ايطاليا؟ ليش ما تتأهل مثلا كولومبيا اللي هي كولومبيا تشيلي فرق كثيرة يعني على طاري طبعا هو مقترح مو بالضرورة يكون يعني لا هو الدور العالمي. خسارة كانت كبيرة اليوم لكوستاريكا امام اسبانيا. والله خسارة كبيرة بالعكس هي فرحتنا يعني خصوصا العراقيين اليوم خسارة كوستاريكا اي مشكلتهم والجوازات وال 500,000 دولار اليوم طلعوا حيفنا سوا. لا والله لا طبعا المضحك بالامر تصريح المدرب لا الاتحاد الكوستاريكي حجب المواقع على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى انستغرام حجبها على المنطقة العربية بسبب تعليقات جمهورنا. لا والله اي والله عجبت الا في بي ان يلا اشتغل عندي لان قلت له فرناندو مدربهم كولومبي فرناندو سواريز قبل تبدا البطولة قال لماذا لا نلعب المباراة النهائية؟
يعني هو جاي من يعني متوقع انه يصل، ما اعرف هو التصريح يعني يريد يسوق نفسه. بالمناسبه هو رجل مدرب في بطولتين كاس العالم 2006 و2014، درب الاكوادور ودرب الهندوراس يعني 2014، فعنده يعني شيء الكثير وهو كولومبي، لكن تصريحه يعني مستفز انه احنا لماذا لا نلعب المباراه النهائيه واسبانيا لا تخيفنا. ايش تصريحه كان واضح بين من النتيجه. بالمناسبه انريكا مدرب انريكا، نعم أمريكا مدرب إسبانيا، سألوه على الاستعداد ماله، قالوا أنت ليش لعبت في الأردن؟ هو فاز على الأردن طبعاً 3-1 بالأردن، نتيجة جيدة يعني المنتخب الأردني سجل، وشفت فرحة أعتقد ولي العهد ما أدري يعني بالهدف. قال لعبت في الأردن لأن اليابان ويانا، والمنتخب الأردني دائماً ما يحرج المنتخب الياباني. يعني شوف ليش اختار الأردن، قالوا ليش اختاريت الأردن؟ يعني من هاي المنتخبات كلها. قال من المنتخب الأردني دائما مبارياته يحرج المنتخب الياباني، والمنتخب الياباني وياه بنفس مجموعته. فشوف يعني العالم شلون اليوم إسبانيا بالقلم العريض تقول للمنتخبات أنا مرشح قوي، مرشح قوي بالوصول. والله هو صعب أنه أنت ترشحه يعني في مباراة ضد كوستاريكا مثل ما منتخب فرنسا. أعتقد منتخب فرنسا ينقص لاعبين لو كانوا موجودين سيكون المرشح فوق العادة، كانتي وبنزيما لو موجودين خلاص يعني صعب تلقى منافس له. لكن البارحة يعني مباراة البارحة الأول البارحة البارحة نعم ضد أستراليا، يعني تحس انه اكو مساحه موجوده في منتصف الملعب. وموضوع الربط يعني لا رابيو قادر ولا بوغبا ايضا موجود، اللي طبعا يعني لا يصل الى مستوى، حتى تشواميني لم يكن يعني في المستوى. لو كان كانتي موجود، وطبعا بالمناسبه يعني في احد التحليلات في البطوله السابقه كانوا يقولون انه منتخب فرنسا يلعب بخط كامل هو كانتي، كانتي لوحده خط يعني من خطوط الفريق الفرنسي. فغير موجود يعني لاعب خلال 10 مرات الدوري الانجليزي 140 كيلو متر اليوم المغرب 140 كيلو متر. راح نتحدث كوستاريكا اوت حسب توقعك؟ كوستاريكا حصاله. بس على مباراه فرنسا، فرنسا طبعا البارحه حدث شيء يعني مفارقه ما تحدث كثير، يعني لوكاس هرنانديز اللي هو الظهير الايسر ترك المباراة ونزل أخوه في ظاهرة يعني مفارقات. لكن احنا عندنا بالعرب يعني شاركوا كثير من نجومنا العرب كأشقاء، يعني خليل علاوي وكريم علاوي، عندك منذر خلاف مفارق خلاف مير، الإماراتيين فهد وناصر، حسام حسن وإبراهيم حسن خلدون كأشقاء، أيضا المغربيين المرابط سفيان وشقيقة. بس كظاهرة يعني أول مرة تصير يعني يطلع لاعب وينزل الاخ شقيق نفسه اخوه منذ توام نفس المركز. صارت عندنا بالكهرباء منو؟ عباس شو اسمه؟ عباس أخوه؟ جاسم وعلي جاسم. جاسم وعلي جاسم وعلي جاسم اي فعلا اي ديوانيه الان ديوانيه ما اعرف يا بيت سعيد اي بيت سعيد ما شاء الله. لا بس على دخول بس لا كبديل كبديل بديل لا بس يمكن مره صارت خلدون واوس زين. تعادل المغرب اليوم امام كرواتيا وباعتقادك نتيجه ايجابيه للمغرب؟ والله حقيقه نتيجه طيبه حققها المنتخب المغربي، ويعني كانت المباراه يعني صعبه على المنتخب المغربي، لكن ظهر بمستوى جيد. لكن ينقص اللاعب المهاجم، وكما تحدث يعني البعض والكثير من الجمهور المغربي انا شاهدتهم بعد المباراه ما كانوا راضين على نتيجه التعادل، رغم انه النتيجه امام وصيف نسخة كأس العالم روسيا، منتخب كرواتيا اللي يمتلك أقوى خط وسط تقريبا في بطولة كأس العالم. ثلاث لاعبين تحليلي على مستوى لردود أفعال الجمهور المغربي، إذا يريد المغرب يتأهل أما يغلب كرواتيا أما بلجيكا، يعني إذا يعني اتفقنا أنه كندا فريق خارج الحسابات، فأنت إذا أمام كرواتيا كندا من أفضل منتخبات الكوكب. بالمناسبة النتيجة ما عرفناها احنا الآن من دقيقة 75-1-0 باتشواي مسجل بلجيكا 1 زين. فشنو رايك بتعادل المغرب؟ نتيجه ايجابيه؟ والله نتيجه ممتازه، انت اهم شيء كابتن علي ببدايه المشوار اول مباراه ان ما تخسر على الاقل نقطه، نقطه من وصيف يعني كاس العالم النسخه الماضيه المنتخب الكرواتي ترى منتخب يعني هو صحيح ليس بذلك المستوى اللي كان عليه ب 2018 لكن منتخب وصيف، تاخذ نقطه وتفكر في مباراه كندا او بلجيكا. أعمار لاعبين وكبار كبار، كرواتي كبار حتى أداهم أمام المنتخب السعودي يعني شفته في مباراة تجريبية
يعني يدوب فاز 1-0 بالدقائق الأخيرة. يعني كرواتيا مو كرواتيا 2018. حتى مهاجم صريح تصريح مودريتش عشان شو قمنا نطب تليفونات مودريتش شوف النتائج عشناي نتيجة مال بلجيكا تصريح مودريتش يقول وصف منتخب المغرب بالمخادع يقول خدعنا ما متصورين هيك أداء. بصراحة يعني أشوف أنا التصريح يعني مو بمحله لأن المنتخب المغربي يعني معرف ولاعبينه محترفين يعني هم يلعبون يلعبون ضدك ضد مودريتش يعني سواء بالدوري الإسباني مثل نصيري مثل ياسين بونو أو حكيمي أو غيره حكيمي باريس سان جيرمان مزراوي بارزيوني يعني اللاعبين كلهم موجودين بأوروبا ويلعبون زياش بتشيلسي يعني يلعبون بأفضل الأندية الموجودة تلعب دور الأبطال ف يعني على شنو الاستغراب وزاد أنت عصير. وزائدا يعني كرة القدم كرة القدم المغربية بنهضة يعني ثورة يعني على مستوى دوري أبطال أفريقيا البطل على مستوى طبعا البطولة الاتحاد الأفريقي البطل على حتى مستوى النساء تحت 17 سنة صعدوا كأس العالم بعد ما أخذوا ثالث على أفريقيا يعني المنتخب المغربي وصل بسهولة لكأس العالم فالأمور طبيعية جدا بسبب جودة لاعبيه يعني نوعية اللاعبين. سؤال من المنتخبات العربية ترشحه أن يعبر دور المجموعات؟ السعودية والمغرب لأنهم يصعدون؟ منتخب التونس ممكن بصورة كبيرة لا تونس بس كل واحد يحكي بدوره حتى خلص ثبتنا السعودية والمغرب جيد تفضل السعودية والمغرب وربما تونس ثلاث منتخبات راح تصعد؟ رقم مستحيل رقم بس ذكرني مجموعة تونس شو يعني تونس مع فرنسا واستراليا دنمارك وفرنسا واستراليا والدنمارك اي ممكن المنتخب هو انت من تعادل تمنع الدنمارك طبعا الكل سيخسر امام فرنسا انت اخذت نقطه من الدنمارك يبقى موضوعك انه ايش قد راح تفوز على استراليا على استراليا فالمنافسه بينهم وبين الدنمارك واعتقد الفريق التونسي قادر ان يتاهل. انت مع تونس و تونس والمغرب والسعوديه يعني قطر فقط ستخرج فقط المغرب يتأهل فقط المغرب فقط المغرب يتأهل باعتبار عندهم نقطة واحدة والسعودية عندها ثلاثة يتأهلون المغرب مستحيل السعودية أقول لك حقا السعودية أتوقع ما راح تفرق النتائج يعني المباراة القادمة أنت رغم الفوز على الأرجنتين بس مجموعة السعودية مجموعة السعودية قوية جدا واللي هم خلصوا يعني أخذوا ثلاث نقاط من أقوى عقبة وهي هاي ممكن تكون النقطة المفصلية هو شغل رينار ستؤثر نفسيا في المباراة القادمة أنا جاي فايز على الأرجنتين وألعب أمام بول أنت شفت الشوط الأول كابتن وشفت الشوط الثاني هيرفي رينار المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي من النوع اللي يعرف يحفز لاعبيه بين الشوطين شاهدناه حتى لها فيديوهات يتحدثوا مع المترجم يعني وكأنما يوبخ اللاعبين على أعلى مستوى التوبيخ الشوط الثاني قلب النتيجة فهو الآن مهمة المدرب أنه شلون يخلي الفريق تماماً في الفورمة من الناحية النفسية والذهنية زين ممكن الشيء بالشيء يذكر نعم ليش المدرب العراقي من يعمل على الجانب النفسي يتعرض لانتقاد وليش هيرفي رينار مع السعودية الله شنو هذا الشغل العالمي مع الفوارق طبعاً نعم. بس أقول كشيء بشيء يذكر ليش والله أنا أتحدث عن يعني نفسي المفروض يعني تنسأل الناس في هذا الموضوع أعتقد يعني الموضوع العفو أستاذ علي الموضوع يعني هيرفي رينار من يجي يتحدث أو يعني يعمل على الجانب النفسي رجل عنده اختصاص يعني بهذا الموضوع وتعرف مورينيو اختصاصه شنو؟ مورينيو اختصاصه الدقيق وظائف العضلات لذلك في يوم من الأيام إيتو قال من أخذوا دوري أبطال أوروبا قال مورينيو يخلي اللاعب يعطي 150% من جهده فاحنا حقيقه نفتقد لهذا الاختصاص هو اللاعب المدرب العراقي يعني ايضا أفهم مظلوم افهم من كلامه نعم انه الجانب النفسي والعمل على العامل النفسي للاعب مهم شرط الا نغفل الجوانب الاخرى طبعا نوعيه المدرب وعقليته طبعًا وفلسفته طبعًا وفكره يعني اكو عوامل اخرى ولذلك واحده منها العامل النفسي ولذلك الان الستاف للمدربين العالميين سواء اللي يعملون مع المنتخبات هولندا يصلون الى 12 و13 مساعد زين اسيويا تنطوني من المنتخبات اللي ببالكم ممكن تتاهل حتى انتقل لقصص مونديال والله أنا يعني حقيقة ما أثق بالكرة الآسيوية في كأس العالم لكن السعودية يعني حققت شيء جيد يابان ممكن إيران انتهى موضوع لأن يعني مو على المستوى الفني مستوى المشاكل الموجودة نفسي والمشاكل المنتخب نعم توحي لك من آسيا كوريا بعدنا ما شايفين يمكن كوريا فقط كوريا مع الأورغواي فقط كوريا شاهدنا المنتخبات الآسيوية أعتقد اليابان 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 تتأهل
السعودية واليابان وكوريا. سجلها. اليوم شنو تصريحاتك؟ كله ثلاثية. ثلاثية مو مباراة. لا انت سألتني على العرب. على العرب ثلاثية. كأس اليابان الأصلي. اليابان وكوريا. كوريا فريق محترم. زين انتقل لضيفنا اليوم الموهوب يوسف، محضر لنا قصة من قصص المونديال، وبالتأكيد هذه القصة تتعلق بنوعية ضيوفنا. مرحبا يوسف. أهلا كابتن. حياك الله منورنا، وشنو اللي عندك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كأس العالم سنة 1938 في فرنسا حصل أمر غريب وغير متوقع في مباريات دور 16 من المونديال. كانت مباراة بين رومانيا وكوبا انتهت بالتعادل 3 أهداف لكل فريق، ونظام البطولات حينها يقضي بإعادة المباراة التي تنتهي بالتعادل. فعلا أعيدت المباراة بعد 4 أيام، فطلب حارس كوبا من مدرب المنتخب إشراك الحارس البديل، والسبب أن حارس المرمى كان يعمل مذيع ومعلق في إذاعة كوبية ولديه عمل يجب أن ينجزه، فلم يكن هناك احتراف رياضي وتفرغ للعب كرة القدم وقتها. الغريب بالموضوع أنه علق على نفس المباراة التي كان من المفترض أن يشترك بها كحارس مرمى، وفازت كوبا بهدفين مقابل هدف، وكان معلقا على مجرياتها الحارس كارفاخاليس. وفي المباراة التي بعدها عاد الحارس وشارك أساسي مع كوبا أمام السويد، فأطلقت الجماهير شعارا عبر المدرجات: لماذا لم تبقى معلقا وتترك الحراسة يا كارفاخاليس؟ لأن الصدمة أنه تسبب بخسارة منتخبه ب8 أهداف إلا شيء. عافية يوسف، عاشت إيدك. قصة حلوة. لو بقى معلقة واي عسل. كل واحد يقول قصة عن كأس العالم غريبة. أنا راح أتحدث عن البطولة الأولى. البطولة الأولى عام 1930 بالأورغواي. كان حكم المباراة النهائية بلجيكي، ما يحضرني اسمه. طبعا في ذلك الوقت كانت الأسلحة منتشرة بين الناس، فطلب أنه حتى يقود المباراة طلب من السلطات أنه تمنع دخول السلاح، وتم ضبط 1600 قطعة. تم وطلب منهم أيضا أن يحضروا له، كان الميناء قريب، أن يحضروا له يعني قارب صغير حتى ينهزم به، لأن كان يتوقع أنه يصير مشاكل. وبالمناسبة كان يعمل أيضا مراسل لجريدة أو مجلة دير شبيغل الألمانية، واحدة من القصص النادرة اللي ما حد حلو يعرفها. عجبك أدائه؟ حلو حلو ويتطور. عدة يعني هامش للتطور يوسف. عاشت إيدك يوسف. وأنا بس الكوبا تركوب. لا 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 رايح اللي هي بس هو ممتاز هذا العمر. مو هذا معلق رجاله متشدد، ترى مو معلق متشدد. دققوا يا الامور. مو لعبت مهاجم مطرش والحارس مسجل عليه 3 هاتريك. ما مطير رجل. اي شنو كان الرجال مقول كان يلعب صلاح الدين. بالمفارقات طبعا والحوادث النادره بكاس العالم اكيد الزملاء يتذكروها. نزول الشيخ فهد الأحمد. الشيخ فهد الله يرحمه. حكيناها بالحلقة الأولى. أيوة ألغى الهدف والصافرة. كانت صافرة من المدرجات. جيريس. عندك بعد قصة يلا. المناسبة. عبرتوا على مساحتهم لأنهم محضرين قصة كل حلقة. قصة كأس العالم 66. طبعًا كان رالف رامزي هو رئيس الاتحاد الدولي وهو إنجليزي، فطلب منه أنه يتم استعراض الكأس في يعني في معرض. باترينا. اي ففي معرض، فطلب منهم انه يتم التامين عليه ب $30,000 وان ينقل في سياره مصفحه ويوضع في زجاج ضد الرصاص. انباق الكاس وضاع وانتهى الموضوع. يعني بعد ما لقوا اي اثر للجاني، ورا فتره اتصل بالاتحاد الانجليزي وطلب منهم مبلغ اعتقد $30,000، فما امنوا المبلغ وانتهى. اتضح انه هذا اصلا مسارق الكاس. بعدين الكاس أثر عليه كلب تحت الشجرة قرب من سيارة. فالأهم من كل هذا أنه هذا الكلب أصبح نجم من نجوم السينما والتلفزيون في إنجلترا، وحصل في وقتها على وجبات طعام ومشاركات يعني في مسلسلات وفي برامج تلفزيونية. قارعنا اللي قول الكاس ملفوف بجريدة ورق جرائد تحت شجرة. طبعا أكو قصة. هاي شنو اليوم؟ اليوم كلها قصص. لا هاي قصة مهمة ومعلومة بنفس الوقت. يلا. طبعا لاعب روزينسكي لاعب يوغوسلافي وبعدين من كرواتيا انفصلت راح لعب منتخب كرواتيا. طبعا كأس العالم 90 كان موجود
صح. وسجل هدف على منتخب الإمارات، وبعد 8 سنين كسر على 98 لعب منتخب كرواتيا وسجل هدف على منتخب جامايكا، بحيث أصبح اللاعب الوحيد خلال بطولات كأس العالم أن يسجل هدفين في بطولة كأس العالم مع منتخبين مختلفين. حلو. بما أنا مشجع إيطالي، أي قصة؟ باولو روسي طبعاً هو الهداف كأس يعني العالم. قصة معروفة. طبعاً هذا طلع كان مسجون، طلع من السجن إلى المونديال. أي جابوا المونديال أصبح هداف لكأس العالم. عرضناها في حلقة سابقة. عاشت إيديكم. ويدك. قبل أن أختم أحب أبارك لك، حسب ما سمعت إنه بنتك محصلة على معدل 99 بالسادس ما شاء الله. والله 99 و72 وللأسف يعني الطب فلوجة. فتدري 2004 عمرها وخاف علي. فلوجة. قبل الطب فلوجة والله ما انقبلت بغداد. ليش 99 بعد شجي 99 فاصل ايش قد؟ والله 99 و72 يعني ايش بقى لل والله مشكلة. يعني شنو ال 110 لا 104 تقريبا للأسف. اي والله جبتها موازي وبأربعة ونص راح ادفع لمدة 4 ملايين ونص. اي والله جامعة بغداد يم مدينة الطب بغداد، وباكر بالمناسبة راح ادفع الفلوس اسوي المعاملة. فاجأتني والله، يعني واحد مطلع 99 فاصلة كذا. مو بس هي طبعا العشرات مثل ايوه، ولذلك اقول احنا ليش الناس متعقدة من النظام التعليمي بالعراق؟ مرات تروح تضطر ان تسافر. والله هذا النظام التعليمي فعلا يراد له مراجعة واعادة نظر. طالب سهران هذه السنوات وصل لمرحلة سادس معدلة 99 فاصلة ايش قد؟ 72 فاصلة 72 يعني مو بس حالتها للأسف يعني العشرات. وأكو ناس حالتها المادية تعبانة وسهران وبكل الظروف، لو تلقى إيجار لو تلقى شنو قاعد بحواسم ويطلع 99. يعني هذا عالم يا أخوان، هذا عالم اللي يطلع 99 من السادس بظرف صعب بظرف تعبان، والله عالم. هذا مشروع عالم أحتضنه وأهتم به وأوفر له السبل للنجاح بالبكالوريوس، يروح بالفلوجة. وبنية نتحدث عن بنية مواليد 2004 2004 ليش؟ أستاذ علي ليش؟ لو ما أريد يعني لا والله فاجأتني. والله ظروف سنة ونص، هي يعني من شهر 5 العام الماضي لشهر 8 العائلة سنة ونص هي مستنفرة وياها دروس خصوصية وتروح وتجي 24 ساعة تقرأ، يعني بعد شو تجيب؟ فاني يعني هاي الأربعة ونص أدفعها الله الموجود. بس القضية حتى بالجانب الإنساني، إذا يعني ردنا نخاطب وزير التعليم العالي الحالي أو السابق اللي وضع القوانين أو أيا كان مختص بهذه القضية، لو بنتك مواليد 2004 تقبل تداوم تروح بغير محافظة أقسام داخلية؟ أنا بهاي المناسبة أحيي الدكتور علي حميد رئيس نادي الطلبة والسيد الوكيل، لأن قدمت له طلب بصراحة يعني من يوم 10 ولحد الآن ماكو الطلب، فأتأمل به خير يعني منا الباكر بلكي الله يقبلها استضافة حتى ما أدفع المبلغ. فلا ما هو الرجل سعى، وأنا أشكره من هذا المنبر دكتور علي حميد رئيس نادي الطلبة ووكيل. والله لازم لكن والله أنا مو بس حالة بنتي، حالة العشرات هسه الأولاد مو مشكلة يعني ولد يروح ولد يروح ذبح ولد يروح وين ما تخليه، بس هي مو بس هي يعني حالة العشرات يعني تقريبا 40 أستاذ علي إلى 60 بنية كلها محافظة. هسه بنتي زين فلوجة كبيهم بصرة كبيهم ناصرية، بس هي فلوجة بصرة هي أقسام داخلية. بس أنا أقول المعني بهذه القضية إذا يقبل بنته أو أخته تروح أقسام داخلية بما فيها من الأقسام الداخلية واللي سامعين تقبلون، وإذا ما تستاهل قول عمي ما تستاهل. معدل 99 بالسادس ليش تروح؟ 72 ما باقي للمية بس تقريب درجتين. أنا سعيد جدا بتواجدكم، حلقة غنية ومثمرة. شكراً جزيلاً أستاذ علاء. بس قبل الختام هذه الهدف بهدف باشوي صار مجموع الأهداف إلى الآن في 12 مباراة 33 هدف، بينما في البطولة السابقة في أول 12 مباراة كان 26 هدف. أكثر دوري يعني معدل التهديفي أكثر. أكثر أكثر دوري شارك أكثر في التسجيل هو الدوري الإنجليزي 6 أهداف، يليه الدوري الإسباني 5 أهداف، ثم الدوري الفرنسي بأربعة أهداف، والدوري الألماني. بالمناسبة ولا لاعب من الدوري الألماني يعني من المنتخب الألماني سجل في البطولة، يعني اللي سجل
اللي سجل غاندوغان اللي هو يلعب في فريق مانشستر. والله حلوه المعرفه، وين كانت هاي؟ وموجوده هواي كلش هواي، يعني قعدت وانا من النوع اللي احب هذه المواضيع اللي اسويها. مهتم بقضايا الارقام والتفاصيل. طبعا لان يعني حتى تعطيك يعني انت تعرف الاحصاء الان العالم العلم المهم جدا في كثير من العمليات. شكرا جزيلا استاذ علاء. شكرا جزيلا استاذ علي، شرفتونا ونورتونا، شكرا لكم. وصول مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمه الله.